لاعبين باسل الشعار ولورانس غير كافية، وهذه كرة وهدف، الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الحرية. يوسف ربيع حسن رقم اثنين، يوسف ربيع حسن إن كانت الصورة صحيحة أمامي على المونيتور رقم اثنين. والله أكيد يعني كرة القدم هي مثل ما أقول ماشي بدمنا. على اللحظات الحلوة أفضل لحظة هي كانت حلمي وحلم أي رياضي إنه يكون ضمن منتخب شباب سوريا او منتخب رجال سوريا، انه ينعزف النشيد العربي السوري. وقتها نحن كنا نحب بلدنا كثير، وتكون تحت ايدك على قلبك وعم تنعزف النشيد السوري، هي كانت لحظه بتحسسك بالفخر بالفعل، عم تمثل بلدك، عم تمثل ابناء بلدك، عم تمثل كل مكونات بلدك. الحمد لله من خلال يعني فتره الناشئين والشباب المدربين كانوا دائما يعني يثنوا علي، يشجعوني انه اعطي اكثر ما عندي. بتذكر مره يعني كان محمد عفش جاي على تمرين الرجال، فصدفت انه تمرنا تمارين زوجيه، فاعطاني دافع كثير كبير، قال لي انت لاعب منيح، دير بالك على حالك، لك مستقبل كويس. الله اكبر، دوما 10-1 الفرق. صارت عندنا الثوره بحلب خصوصا، وصار النظام المجرم يقصف جميع انواع الاسلحه المدنيه، ما يفرق بين عسكري وبين مدني. هذاك الوقت اخذت قرار انه انا لازم اترك الرياضه بهذا الوقت. طبعا النظام ما استهدف فقط الرياضيين، يعني رياضي كره القدم خاصه، تقريبا جميع الرياضيين، لانه كوننا هذول يعني مثل ما حكيت اليوم رياضي معروف على مستوى البلد كلياتها. فهو ما بده اي انسان يحكي كلمه حق. فنحن اليوم عندنا اكثر من 145 رياضي معتقل عند النظام. انا راح في خلال كره القدم عندنا جهاد قصاب لحد الان مصيره مجهول، لاعب نادي الكرامه ولاعب دول السابق وصديق لي واخ. شغف كأس العالم، ولو انه هو يعني بروسيا، وروسيا مثل ما يعرف كل السوريين الاحرار انه روسيا دوله مجرمه، يعني اجرمت بحق السوريين، ما خلت شيء ما قصفته، ان كان بنى تحتيه، ان كان اطفال، ان كان شيوخ، يعني ما فرقوا بين انه عسكر وما فرقوا بين مدنيين.